إذا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إخوان، وصلتني رسالة من جوجل درايف في البريد الإلكتروني ديالي، فهي بمثابة إشعار تهم مستعملي الواتساب. دونك نطلع بعد على الرسالة. دونك كما تشاهدون، فسحو هذه الرسالة هو يعني كما يلي: نتيجة الاتفاقية الجديدة بين الواتساب وجوجل، لم تعد تحسب نسخ الواتساب الاحتياطية في حصة تخزين جوجل درايف. من ناحية أخرى، سيتم حذف النص الاحتياطي للواتساب لم يتم تحديثه لأكثر من سنة في الأيام، بمعنى الواتساب اللي لم يتم تحديثه هو تحديث نسخ احتياطي ديالو اكثر يعني اكثر من عام سوف يتم حذفه. من ناحيه اخرى، فانطلاقا من هذه الاتفاقيه الجديده بين جوجل والواتساب التي ستدخل حيز التنفيذ في 12 نوفمبر 2018، دونك على الرغم من ان بعضها سيشهد على الارجح تاثير ايجابي على حصتهم في وقت مبكر، دونك من اجل نتجنبوا يعني فقدان هذا النص الاحتياطي اللي عندنا في جوجل درايف، دونك يعني شركه ديال جوجل درايف توصي زبنائها بان يعني ان يقوموا بنسخ احتياطي مانيال لجميع محتوياتهم قبل هذا التاريخ. دونك فالاخوان يعني ابتداء، اختصار مفيد، ابتداء من 12 نوفمبر 2018 لن يعود هناك اي نسخ احتياطي الواتساب، بمعنى الى حذفتي الرسائل ديالك او الى فقدتي الواتساب ديالك وعاودت انصليته من جديد، دونك لن تتوفر ولن تجد اي يعني نسخه من نسخ هذا الواتساب اللي يعني كان عندك من قبل. دونك رسالتهم جميع يعني او اشعارهم جميع مستعملي الواتساب: لا تنسوا مشاركة الفيديو لكي تعم الفائدة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.